هادشي ديال التجار انا بغيت يعني نقول لكم بانه حنا الموقف ديالنا وكيظهر لي بان الاخوان غادي اللي بغى يتكلم على هادشي يتكلم. حنا الموقف ديالنا واضح، داكشي اللي قلت في لا ديكلاراسيون ديالي في الناضو راه هو اللي كاين اليوم. ما نطلب منكم غير ترجعوا لهذاك الشيء ديال لا ديكلاراسيون اللي قلت في الناضو هو اللي كاين اليوم. ويلا شي وزير يتصحابوا بانه انا بعدا ما كنفهمش علاش في وسط الحكومه، علاش في وسط الحكومه المجلس الحكومي اللي هو كيهتم بشؤون المواطنين والمشاكل الوطنيه كنجيبوا لي ديكلاراسيون ديال الاحزاب السياسيه ونجيو نقولوا علاش كتقولوا هادشي؟ شنو الديمقراطيه هادي اسيدي؟ حنا سياسه، اش قلنا في الناظور؟ نعاود نقولها؟ قلنا اولا 2014 توجدت في القانون المالي ديال 2015 ياك اسيدي. في هاد 2014 2015 تعملت واحد لو مزير ما استشرناش مع التجار فيها. با با 2014 داكشي اللي قلتولي كاين، لا داكشي اللي قلتولي. من بعد جات في 2018 تعملت واحد لو مزير اللي دخلت في 2019 حتى هي ما كانش فيها استشاره ديال التجار. التجار كيقولوا بانه ما عجبهمش الحال بهذا لي مزير، حنا كنقولوا ماشي نبداو نلوحوا الكوراج كل مسؤول انا ولا انت ولا هو ولا حنا كنقولوا خص تكون المسؤوليه ديال الحكومه. هاد الناس ما بغاو شيء غادي تجلسوا معاهم، وإلا غادي تبدلوا شي حاجه خاصكم تبدلوا القوانين ديالها، راه ماشي بالتعليمات هادشي باش كيتمشى، لان كاين قوانين اللي هي فوق كلشي. راه ما قلناش حنا واخدين المسؤوليه ديالنا في هادشي، ما واخدينش مسؤوليه. اسمحوا لي، خصهم يعرفوا بان قانون الماليه راه ماشي ديال وزير الماليه، قانون الماليه ديال رئيس حكومه ديال الحكومه باجملها. وهاد جوج قرارات، وهاد جوج قرارات راه تخدم في اطار ديال قانون مشروع قانون الماليه اللي وقعوا رئيس الحكومه واللي هزوا بيديه وداه للبرلمان باش يحطوا وباش سميتو. وهذيك اللجنه ديال البرلمان لا القديمه اللي كانت في العهد ديال يعني الحكومه السابقه ولا دابا، راه كان كيترأسوها الحزب ديال رئيس الحكومه. لا ماشي معلوم معروف، شيء واضح. صايبوا الواد فينونس مشاو حطوا كاين تما كرئيس اللي هو ديال 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 لا كوميسيون دي فينونس اللي هو من سميتو. وكنجيو تقولوا علاش هذا الشيء دا وهاد لك الوزاره، واش نبقاو نقولوا هذا الوزير اللي دا ولا هذا اللي دا ولا هذا اللي دا؟ اسيدي حنا خدينا قرار، حنا كنقولوا كحزب حنا ما متفقينش، هذا الشيء خصو عاودي فيه النقاش. وما يجيش شي واحد اللي يجيب فوس الحكومه الكلام على واحد الحزب. حنا بلي كنمشيو للحكومه ما كنهضروش على الحزب ديالهم، والله الا كنت كنبغيو نمشيو نهضروا على داكشي اللي كيقولوا في الحزب ديالهم خصنا ندوزو سيمانه كنهضروا عليهم فوس الحكومه على لي ديكلاراسيون اللي كيديروا باسيبال. حنا كنحترموا، حنا نقولوا اللي بغينا هنا اسباس دو ليبرتي. حنا كنتكلموا على كيفاش كنشوفوا المسائل وكيفاش كنزيدوا بها لقدام. فلهذا يجب الاحترام، يعني يجب الاحترام ديال المؤسسات الحزبيه. حنا كنحترمهم كنعتبرهم شركاء، وما عمري ما قلت الى رجعتوا للديكلاراسيون ديالي النادو كنقولوا حنا كائرين كنتحملوا معاهم المسؤوليه، لان عندنا وزراء داخل المسؤوليه. دابا الوزراء راهم ديالنا ياك، ولكن ملي كنقبطوهم وكنعطيوهم للسيد رئيس الحكومه كيولوا ديال الحكومه ما كيبقاوش ديالنا، لان هو اللي كيحكم فيهم. واش الحزب كيحكم فيهم؟ واش نتوما كل واحد الصباح غادي يعيط عيط غادي يختار واحد بلوزي هنا وغادي يقول لي خصك ديرو خصك ديرو؟ لا، هذه ماشي هي السياسه. السياسه هي تكون ليه واحد النخبه اللي غادي تدخل في واحد البرنامج وتعطيها لرئيس الحكومه ويتخلى من مسؤوليته. دونك كل واحد ياخذ مسؤوليته، حنا ما كنتهربوش مسؤوليه، حنا مسؤولين.
خصهم غير هما اللي يكونوا يقولوا واش مسؤولين ولا ماشي مسؤولين. دونك كل واحد ياخذ الكلمه ديالو على اي اللي كنقولوا بانه كاينه المسؤوليه. دونك خصنا نلقاو الحل. وملي كنشوفوا بان الناس مشات واحد الاتجاه اللي ماشي هو هذاك وكطلب شي حاجه ما فيها باس نعاود نجلسوا ونعاودوا. الا خصنا قوانين وعندنا ظلمانيين وعندنا هذا باش يعاودوا يشوفوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.